في سياق ذاته أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية عن تقدير مملكة البحرين لثقة البرلمانية الدولية لاستضافة الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. وأكد معاليه الجاهزية التامة والاستعدادات المتكاملة لعقد أعمال الجمعية والتي بلغت المستوى المنشود، متطلعا إلى أن يسهم هذا التجمع في الانفتاح على آفاق أرحب من العمل البرلماني الدولي المشترك. استعدادات مستمرة وجاهزية تامة ومتكاملة لعقد أعمال الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد عليها معالي رئيس مجلس النواب خلال حضوره اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، مبينا الحرص الكبير الذي توليه مملكة البحرين في تسخير كافة الإمكانيات لضمان وجود الاستعدادات المطلوبة. تم افتتاح الجلسة اللجنة التنفيذية الاجتماعات البرلمان الدولي، وأتمنى التوفيق لهم جميعا. طبعا هذا الاجتماع هو البداية للاجتماعات الجاية. الوفود تجاوزت أزيد من 130 وفد، والحضور طبعا 1700 تقريبا، فيهم تقريبا 60 من رؤساء البرلمانات، فيهم 60 والنواب تقريبا 53. الكم الهائل الحضور إلى مملكة البحرين، هذه يعني أن احنا عندنا المناخ المناسب لاحتواء هذه الاجتماعات، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. مركز البحرين العالمي للمعارض الذي يحتضن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد شهد زيارات المسؤولين من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البحرين، والذين أكدوا أن ما توفره البحرين من مناخ مثالي وبنية تحتية متكاملة يجعلها مؤهلة وبجدارة لاحتضان أكبر تجمع برلماني دولي. مهم جدا إدراك أن سيشارك في الاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي 146 تقريبا 60 رئيس برلمان، ومشاركات من أكثر من 140 دولة، وكأفراد أكثر من 1700 مشارك بين برلماني ومساعد. هذا الرقم ما عهدناه في مشاركاتنا خلال السنوات الماضية في عدة دول، ولذلك مؤشر أولا على الثقة في البحرين، الثقة في الأماكن، في المكان الذي يحتضن هذا هذه الجمعية، ورسالة تقدير الحقيقة للإنجازات تتحقق على أرض البحرين. مشاركات برلمانية رفيعة المستوى تشكل الثقل البرلماني الأكبر في العالم، تعكس مدى الاهتمام الإقليمي والدولي الذي توليه دول العالم بالتجربة البرلمانية البحرينية، وما وصلت له من مكانة مرموقة أهلتها لاستضافة هذا الحدث الكبير. اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي شهد تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة من قبل الوفود المشاركة لما لقوه من اهتمام بالغ وتقدير متميز خلال استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.